هاي تفضلوا نشوفوا باللي الرصيد تاعكم التوتال تاع لي بوين اللي غادي تسجلوها في المرحله هذه يهمكم. علاش؟ هو اللي غادي يضمن الاسئله ويضمن الهدايا سورتو. داكور يا فتحي؟ داكور. ترى كونفورم على بالي سي فتحي. تفضلوا نشوفوا واش غادي يصرى الا سجلت بين 0 و 9 نقاط. عندك سؤال واحد وهديه واحده. بين 10 الى 15 نقطه عندك زوج اسئله وزوج هدايا. من 16 الى 20 ثلاث هدايا ثلاث اسئله. ومن 21 والى 29 اربع اسئله اربع هدايا. ما تخلاش لا بلوبار تاع لي كونديدا تاعنا عندهم ثلاث هدايا ثلاث اسئله ماكسيموم سي اربعه. جاهز يا فتحي؟ جاهز. تفضل السؤال بخمسه ثمانيه و 12 نقطه. خمس نقاط. خمس نقاط. شوفوا السؤال. بسم الله. من هو مؤلف مسرحية الشهيرة مسرع كليوباترا؟ اقتراح الأول أحمد شوقي، اقتراح الثاني نجيب محفوظ، اقتراح الثالث والأخير حافظ إبراهيم. على ما اعتقد نظن يكون امير الشعراء احمد شوقي. احمد شوقي والاجابه. ملاح. السؤال متوجه لاخونا جمال، تفضل. خمسه. خمس نقاط. السؤال، ما هي القارة التي يرتكز فيها أكثر سكان في العالم؟ القارة الأمريكية، قارة أمريكا، قارة أوروبا، ولا قارة آسيا؟ قارة آسيا. ما سمعتش مليح. قارة آسيا. صح سمعتها. سمعتها فور سي بور سا. تفضل والإجابة. لا. السؤال يقول، السؤال الثاني عفوا فتحي، واش تختار؟ أي 8 نقاط. نروحوا بالدرجة. 8 نقاط. روحوا بالدرجة. روحوا بالدرجة. عندك الحق. ما هي أطول سلسلة جبلية في العالم؟ سلسلة جبال الهيمالايا، سلسلة جبال إيفرست، وأخيرا سلسلة جبال الأنديز. الجواب هو سلسلة جبال الهيمالايا. الهيمالايا والإجابة. جبال الأنديز أطول سلسلة جبال في العالم. السؤال متوجه لأخونا جمال. هيا سي جمال، دائما 8 نقاط ولا 12؟ 8. 8. السؤال يقول، لماذا يقوم النبات بعملية النتح؟ اقتراح الأول، من أجل التمثيل الضوئي. اقتراح الثاني، لإنتاج اليخضور. ثالثا، للتخلص من الماء الزائد. ما
الاقتراح الأول من أجل تمثيل ضوئي. تمثيل الضوئي والإجابة. التخلص من الماء الزائد. معليش كل واحد منكم خسر في السؤال الثاني. 12 نقطة أكيد. هذا واش بقى؟ سي لا سيل شوز كي ريست. وي. السؤال. من هي الدولة التي صنفت الدولة الأكثر فقرا في سنة 2020؟ الاقتراح الأول المالاوي، الاقتراح الثاني البنغلاديش، ولا ثالثا جمهورية إفريقيا الوسطى. سي فتحي دبانة وقيلة كانت أدروات. لا لا اه صح صدقت. نظن بنغلاديش. أنا تاني نظن بنغلاديش. مي اسكو سي لا بون ريبونس؟ أعطونا الإجابة. جمهورية إفريقيا الوسطى. معليش يبقى لك حد في السؤال الأخير اللي متوجه لجمال. إذا جمال جاوب على السؤال معنا ما نقوله، وإذا ما جاوبش على السؤال راك أنت تفوز. أوكي شوفوا السؤال اللي متوجه لجمال. من هو المتحف الذي يحتفظ حاليا بشريعة حامورابي؟ الاقتراح الأول متحف اللوفر، الاقتراح الثاني متحف متروبوليتان بنيويورك، الاقتراح الثالث والأخير المتحف المصري الكبير. حامورابي كان أول قانون صدر في التاريخ. تفضل. الاقتراح الثالث المتحف المصري الكبير. المتحف المصري الكبير. والإجابة. متحف اللوفر بباريس هو اللي يحتفظ بشريعة حامورابي. للأسف كما قلت لك يا سي جمال، إذا خسرت في المرحلة في السؤال هذا يرجع الفضل لسي فتحي من وهران. هنيئا لك يا سي فتحي. شكرا. بنقطة واحدة تفصل بيناتكم، 8 وجمال 7. معليش مبروك عليك يا فتحي المرحلة اللي جاية. الله يبارك فيك. سي جمال تستفاد من هالهدية؟ باغي تروح بالهدية؟ امبوسيبل ما يروحش بالهدية. سافا؟ لاباس بيان الحمد لله. تحب لي باسكيت؟ بيان سور. بيان سور صح. عندك لا شونس اليوم لي باسكيت حاضرين مع لا مارك انترناسيونال سكتشرز. بلا ما نقولوا سكتشرز وكلارك والموزع الرسمي في الجزائر يهدي لكم هذه الهديه، قسيمه شراء قيمتها 2 ملايين، قسيمه شراء مليحه شابه هديه. حنا نروحوا دائما للاصلي، يعني الاصلي لازم تكون علامه اصليه موثوق منها فيها لا غارونتي وكذا وكذا. هذا الشيء يدل باللي هذه الحصه نظن نجيب لكم المخير تاع المخير. دونك كلارك و سكتشرز تهدي لك هذه القسيمه الشراء، تختار كيما تبغي يا كلارك يا سكتشرز. تبغى دي فرده منا وفرده منا ثاني سي بوسيبل. لا تزيد شويه بالك. المهم اون تو لي كا مبروك عليك يا سي جمال على الوصول تاعك حتى المرحله هذه. نهني سي فتحي ونتلاقى به بعد قليل مع للاسف سؤال واحد. سؤال واحد سيمي كوريان في المرحله اللي جايه. تلاقاو معنا بعد قليل، ابقوا معنا تعرفوا لا سويت تقدر تربح اكثر.